رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي قال ان محمد محمود لاعب وسط فريق النادي الاهلي تعرض لاصابه قويه خلال مباراه امبارح قصاد سموحه في الدوري الممتاز. وكشف عبد الحفيظ ان الفحوصات الطبيه اللي اجراها اللاعب بتشير ان الاصابه دي هي قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي للركبه. قال كابتن سيد عبد الحفيظ ان اللاعب هيعمل او هينسق في الفتره اللي جايه مع الجهاز الطبي خلال الساعات اللي جاي عشان يحددوا ميعاد لإجراء الجراحة الخاصة باللاعب. كمان موقع كورة قال ان استعجل مسؤولين النادي الاهلي البطاقة الدولية للاعب الجديد حسين الشحات المنضم حديثا من العين الاماراتي تمهيدا لقيده في القائمة الافريقية الخاصة بالشياطين الحمر واشراكه في لقاء فيتا كلاب الكونغولي يوم السبت اللي جاي في الجولة الاولى لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.